طبعا بالحرب ال 2014 يوم 16/7 ذهبوا اولادنا، 8 أطفال من اطفالنا. قدمت حالي عند البلاط من الشوب، بقت شوب الا انا بتطلع كده المكتوب خبر عاجل، استشهاد 4 أطفال وعدة إصابات. هما ما ذكروش بالأول أطفال أولاد مين أو شيء، أطفال بتلعب استهدفتهم القوات الإسرائيلية الإرهابية. واحنا نلعب نقول لنا أنا واحد عشان الثاني، واحنا نلعب على البحر ونعمل شاطئ الكورة عند الكانتينة، وراح يجيبها لو صرخوا صاروخ. لسه بدي ما نقطع حتى انا اجيب الكرة، لما خلع اسمعين صاروخ صاروخ جنب كل مش فيه، بقول لنا اسمعين مات القتل وخال اسماعيل، قعدنا نزعق ونقول عفات. وقفنا عند ابن بشرة وطفة سنة، نقول ابن عمي مات، ابن عمي مات، اتصل على سعاد، سعاد اتصل على كمان صاروخ ركبتين قتل الثلاثة، سنة اجل انا كمان صاروخ بالصبت انا مقسم الصيد سنة ونجل عند الديرة. كله كان خايف يجي على الشط اصلا. بعد ما هدي اما قتل اولاد خالي كلهم وقتلنا هدي، مش حقدر على البحر لما قتل اولاد عمي مات. لما راح غاب اتذكر الحادث زي اللي كنا تو صار، انا بشتاق له بس البحر مش حابب اروح عليه. زي الكوره، كيف كنا نلعب كوره زي الكوره وترمى علينا الصواري، ولا عباله وقفوه. ايش بدك تسوي؟ ولا بتقدر تشرد ولا بتقدر تعمل حاجه، تستسلم له تستسلم للصاروخ. نضلنا قاعدين بقلب الطور نتذكر ايش بيصير وايش كنا نسوي، وقول يا ريت ما رحنا على البحر، يا ريت ما سوينا. وصلت باب الشفاء عند الاستقبال، بقول له زيك صحفي، ايش في يا خالتي؟ مين متين يا خالتي؟ اللي بقول لي يا خالتي المتين والجرحة من ضربك. صرت أقول يا أولادي وينهم؟ قالوا الأولاد في الثلاجات. صاروا عدولي، دخلت على الثلاجة بفتح أول ثلاجة لقيت ابني زكريا، بفتح الثانية لقيت ابني عاهن، الثالثة ابن أخوي إسماعيل، الرابعة ابن أختي محمد. وريت ما حد يشوف ولا حد يشوف اللي شفناه ولا صدمتنا، يعني احنا هينا إن سنة 11 شهر هذا البحر حرمته علي، ما تفهم المينا حرمتها علي، عمري ما بخشها، الأعراس كل إشي حلو بقوا يحبوا الأولاد حرمته. منتصر أكتر من اللي ما تهمه، ولا بقى معاهم هذا اللي صوب بالديرة، هذا اسمه الشهيد الحي. أيام يعني صبته حالة نفسية، اكتئاب نفسي. أنا زي طفل ما قدرش أعيش هذا العيش، يعني مش قادر أحكي ولا إشي. أنا بقول بس حسبنا الله عليك يا تل أبيب وعلى اللي بيدعمك. أنا برتاحش لما تشوفني تنياب الزنزالة. قبل الإصابة كانوا بيزعقوا أنا محمد عساف، بغني دائما ولد خفيف محبوب. أول ما تبدأ الحرب وأنا بدي السيارة صير معوية، لقيتها تصير مقام عشان أدافع عن غزة وأجيب طائر أخويا. حالته بتتدهور وضعف من مرة، الشظايا بتجعوا اللي براسه ضلها تجع فيه. حاول 3-4 مرات ينتحر. هدفته مرة من البرندة في جنب الغرفة اللي غرفة عليها إلى برندة، رمى حاله مسكته من برا. بشنق أولاد أخوته بيجي لعبه، ما بكون يعني هو لعب زي طفل. أنا بالدلع يعني اللعب بنقدوش. Thank you.
كل امشي اتصل. ايش ماله؟ هذا عم زين. أسرع عليه. وين أقول بس بتنفس هي. هل ترى زبده؟ خذوه. استنى. على الفكة. على الفكة. على الفكة. سبي. خلص خليه. اعمل بتلاقي على السيارة شغالة على الشارع. شوف وين الطب يا عمي؟ وين الدكتور؟ من وقت ايش بتشان زي هيك؟ من ايام الحرب. من ايام الحرب وهو بقلك. حك والله شكله تقطن يا قطن مخيف. تجي تذكر حدث تذكر اخواته ايش زي هيك راح. انتصر؟ كل فترة زي هيك. ماشي. احكي يلا منتصر. بدوش حد يذكره بحاله يذكره. منتصر؟ انت شايف الساعة. سعيد؟ صح. هذا أعراض بسموه أنا ما بعد الصلاة، بده جلسات، بس. كيف حالك؟ يلا قوم اقعد قوم. قوم يا حبيبي قوم. قوم يا حبيبي قوم. خلص. ايوه. شاطر انت. خلص صحيح؟ خلص صح. صح. بعملولوش اشي هان في المستشفى بعملولوش اشي زي هيك بروحوه فيش طب هان يا عمي مشان الله تطلعوه برا هان فيش طب بغزة فيش طب يعجز الطب عن عن علاج الأطفال. You see the Israeli what we make from the children all the children from Gaza here. هاي جابوه. صحيح. كيف انت؟ عبري بس سلقيه وحتى هذه المرة بسيطة هذه ولا شيء خفيفة المرة والله بضلوا لتاني يوم هو كنسة عشان بقى ماخذ مضاد قبل بيوم لو مش ماخذ حبة مضاد قبل بيوم الله لا يوريك. Thank you.